نتكلم بقى على الحلبة، ففي حاجات كتيرة جدا في الحلبة ممكن تساعد ان احنا نتجنب ريحتها اللي هي اللي الناس الوحشة بتحس دي. بيها. طيب اولا الحلبة ليها فوائد كتيرة جدا، وفوائدها طبعا كلنا عارفين، كل البيوت المصرية عارفة ان هي تعتبر احسن مشروب لادرار اللبن للسيدة اللي لسه مرضعة. تمام، فدي اول فوائد ليها. كمان اللي عايز يزود وزنه يشرب حلبة، اللي عايز يقلل وزنه يشرب حلبة. طب ازاي يعني؟ ازاي بقى نفس الحاجتين؟ انا هقول لك، هي بتعمل نفس الحاجتين ازاي. اولا الحلبة تعتبر من احسن الحاجات اللي انت تدخليها في نظامك الغذائي، عشان هي بتخلص من احتباس السوائل، تساعد على ادرار اللبن. كمان احنا لو شربناها قبل الاكل بتساعد ان هي تفتح الشهية وناكل وتفتح بس طبعا بنحط عليها حاجات علشان تساعد على، زي ان احنا نحط عليها العسل ونحط عليها شوفان، فبتساعد ان هي تبقى وجبه يعني. بالظبط، تبقى وجبه. لو احنا عايزين نستخدمها في انقاص الوزن بنشربها لوحدها بعد الوجبه، فبتدي احساس طويل بالامتلاء، لان هي كمان غنيه بالالياف. مشكله الناس مع الحلبه ايه؟ ريحتها. طيب الحلبه اول حاجه لازم لما ندخلها في نظامنا الغذائي ندخلها بالتدريج. احنا مسموح لينا فيها لحد 1800 مللي جرام، اللي هو تقريبا 3 معالق كبار، 3 معالق لو احنا هنعملها ونغليها في اليوم. في اليوم ده الاستخدام الصحيح بتاعها. ازاي بقى ان انا اخد ال 1800 دولت؟ انا ما ينفعش ان انا اخد الثلاث مرات حلبه كده واقول انا ليه ريحه جسمي. بدخلها بالتدريج، معلقه صغيره او حبه صغيرين او ثلاث اربع حبات، اغليهم مع اليانسون، مع النعناع، مع اواق النعناع او مع قشر البرتقال. يعني اول ان انا اقطع البرتقال واحطه يتغلي مع الحلبه، مش هتحسي خالص بريحه. وفكره ان انا ريحه الجسم بتبقى ان انا دخلتها بكميه كبيره وما حطيتش معاها حاجات تساعد على القضاء على الريحه.